سارة، وصباح الخير للشيف نبيل، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي شاهدوا فينا في فقرة أنت وطفلك. اليوم عندنا موضوع مهم جدا يهم الأطفال ويهم أيضا الأم، لأنه الأطفال نعرفوا في الفترة الصباحية وحتى الأطفال المتمدرسين يصعب أنهم يتناولوا الوجبة الغذائية الكاملة والمتوازنة اللي من خلالها راح الطفل يعمل نشاطه اليومي. اليوم راح تكلمنا حضرة معنا مختصة في التغذية، راح تكلمنا على الغذاء المتوازن للطفل من سن 5 سنوات ل 12 سنة. صباح الخير سعد محاي. قسما بالله، كما قلنا انه بعض الامهات يعانوا كثير من الغذاء عند الطفل، ونعرفوا انه في هذه الفتره من 5 سنوات الطفل ربما يحتاج للحليب، يحتاج لمواد اللي من خلالها راح يعني يوفر نشاط ويوفر ايضا النمو لجسمه. نعرف هذه الفتره يعني راح يكون فيها نمو للطفل، ولكن الام صعيب باش ترغب الطفل في الاكل. فوش هو الام اللي تسال مثلا وتقول وش هو الغذاء المتوازن لوليدي؟ حقيقة هذا الموضوع تاع التغذية مهم جدا، لأن الطفل في فترة نمو وحركة دائمة، ولهذا الأم لازم تنتبه للطفل هذا واش راهو ياكل. أولا عنده هذا الطفل عنده احتياجات غذائية يومية، وهذه الاحتياجات ضمنوها عنده بالاكل المتوازن. احنا عملنا فقط تقرير سيده سعاد، نشوفوا الدراسات وش تقول على الاغذيه المتوازنه اللي من خلالها، ونعاود نوليو نتكلموا على بالتفصيل وش لازم ياخذ الطفل. أكدت دراسة طبية تشيكية على أهمية تناول الأطفال لفطور الصباح، وقالت إن ذلك يجعلهم أكثر قدرة على التركيز في المدرسة، إضافة إلى أنه يقوي تماسك الأسرة اجتماعيا، خاصة عندما يتحدث أفراد الأسرة أثناء تناولهم الفطور حول المهام المطلوبة من كل واحد منهم. ويجب أن يشكل الفطور حسب الدراسة 5 طاقات التي تدخل للجسم كل يوم وتتوزع على الشكل التالي: 55% سكريات و 30% دهون، 15 بروتينات من أجل توفير طاقة الجسم الاستهلاكية بعد انقضاء الليل وخلو المعدة من الطعام، الأمر الذي يجعل تلك الوجبة الصباحية ذات مفعول إيجابي في مجال القدرة على التعلم بشكل أفضل حتى موعد الغداء. ودعت الدراسة التي أعدها معهد الأبحاث الطبية في تشيكيا أيضا إلى ضرورة مراعاة الوجبات الخمس خلال اليوم، ويكون بشكل متناسب وتبدأ من فطور الصباح. وترى الطبيبة ألكسندرا التي شاركت في وضع هذه الدراسة أن حصول جسم الطفل على العناصر الرئيسية من التغذية عبر وجبة الفطور تجعل نمو جسمه أفضل من الطفل الذي يؤجل تلك الوجبة إلى أوقات متأخرة، حيث يشعر الجسم بالنقص ويقوم بتخزين الطاقة التي يحصل عليها لاحقا، خاصة الدهون، مما يشكل عنده طبقات من الشحوم وزيادة في الوزن، ويبقى شارد الذهن مترددا في الإجابة على الأسئلة التي تطرح في الحصص الدراسية. تضيف مورا فتسوفا أن وجبة الفطور التي يتم تناولها بعد الاستيقاظ من النوم يجب أن تكون متنوعة، تحتوي على العناصر الرئيسية مثل الزبدة، الخبز، الحليب، السكريات، بعض شرائح اللحم الخفيف مثل اللحم المقدد، إضافة إلى عصير الفواكه وبعض السوائل مثل الماء، الشاي وبعض قطع الخضار كشرائح الخيار والبندورة. وأوضحت أن النمو السليم للطفل يحتاج إلى توفر أغلب العناصر الرئيسية على طاولة الطعام مثل المعادن، الكالسيوم، الفوسفور، الحديد والفيتامينات A، B12 وحمض الفوليك. وبدورها ترى الخبيرة في المعالجة الغذائية ريناتا شبيتوفا أن تعليم الأطفال عادة الفطور تقع على عاتق الأهل من تشجيعهم وترغيبهم فيها، ولا يجب أن يترك الأمر لهم لأن الأطفال لا يحبذون الأكل بعد الاستيقاظ مباشرة. وتحبذ الخبيرة أن تكون وجبة الفطور في أوقات محددة وأن يخصص لها وقتا كافي، ولا يجب إجبار الأطفال على الإسراع في تناول الطعام بحجة الوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد، لأن ذلك سيعيق الطفل في الحصول على المكونات والعناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها في الدراسة. كما دعت الخبيرة الغذائية إلى ضرورة تناول الأهل أو أحد الأبوين على الأقل الفطور مع أطفالهم، وأن يتحدثوا خلال الوجبة عن مشاريعهم اليومية، وكذلك محاولة فهم ما يعانيه أطفالهم من مشاكل في فترة الدراسة ومساعدتهم على حلها،
وقالت إن هذه الطريقة تجعل الأطفال يتشوقون لوجبة الفطور ويشعرون خلالها بالأمان. كانت هذه بالنسبة لي الدراسة التشيكية، ولكن احنا حاضرة معنا مختصة في التغذية سعاد محايل، حتكلمنا وتجاوب على كل تساؤلات الأمهات اللي محتاجين وش لازم ياخذوا أولادهم خاصة في فترة النمو من 5 سنوات ل 12 سنة. ونعرفوا أنه الطفل في هذه المرحلة راح في التمدرس وبالتالي يحتاج كثير من المواد الغذائية. راح تقول لنا سيدة سعاد محايل وش لازم ياخذ معه. صباح الخير. صباح الخير. حقيقة أن الغذاء مهم جدا لصحة الطفل، والأم عندها دور كبير باش تنتبه لهذا الغذاء، وخاصة في الصباح عند توجه الطفل إلى المدرسة، لأن لديه احتياجات يومية من الغذاء هذا اللي رايح أسيغي لي بوزوان en calcium et en protéines, les besoins en calories surtout. الأمهات اللي تتسائل تقول لك أنا وليدي ربما ما عنده شهية، ربما ما نعرفش وش نعطي له، المهم يشبع خاصة في فترة الفطور الصباح، فتقول وش لازم ياخذ وليدي الصباح مثلا في فطور الصباح؟ الحقيقة أن عادات الطفل راح يكتسبها من سن أصغر عندما يبدأ الأكل بعد مباشرة بعد فترة الرضاعة، ولهذا لازم الأم تعلم الطفل الأذواق الموجودة في الأكل، ولازم تعرف وشو الميول تاعو لكل نوع من الغذاء، وننصحها باش تركز الغذاء تاعها تاع الطفل على المجموعات الخمس الغذائيه، خاطر راكش هذه المجموعات راح تعطي له الاحتياجات تاعو اليوميه من المناعه، يعني مناعه تعطي له مناعه، تعطي له الاحتياجات اليوميه تاعو من البروتين، من الكالسيوم، من الكالوري، وهذا راح يتجنب نمو الغير صحي. يعني راح يساعدوا في فترة النمو هذه المواد الخمسة، العناصر الخمسة اللي هي سيدة العناصر هذه اللي راح تجبدها من المجموعات الغذائية الخمس، وهي مجموعة الفواكه والخضر الطازجة واللي تكون في وقتها، ماشي مواد مصبرة ولا يعني مجمدة، يعني من الأحسن أنه تكون ناضجة مباشرة من فوالا فخي، وتعطي له مواد سورتو خضر اللي تكون ملونه، خاطر راهي غنيه من لي زونتي اوكسيدون، ومادام رانا في هذا الشهر اللي يتكلم بزاف على السرطان، هذه المواد الغذائيه الملونه راهي تحتوي على مواد لي زونتي اوكسيدون هادو اللي راحين يقويوا الطفل ضد ظهور السرطان في مستقبل الايام. المجموعة الثانية هي النشويات، نشويات من الأحسن نشويات كاملة، حبوب كاملة، حبوب الجافة وحبوب كما القمح كما الشعير، ما تمدلوش بزاف الخبز اللي يكون أبيض. الأم تحاول أن تغذي أبنائها من المحضرات في المنزل مثل خبز المنزل، ويكون هذا الخبز بالدقيق، دقيق القمح والشعير، دقيق القمح والشعير، او تضيف له القشره تاع القمح، النخاله كما نقولوا لها، باسكو عندها دور كبير هذه الماده هذه، كي تحطيها مع لافارين ولا مع السميد رايحة تمد دور كبير من بعد باش ما يطلعش السكر من الاكل ولا الدهون، يعني حتى تنظم السكريات في الدم بالنسبه للنخاع، السكريات والدهون، وهذا الطفل راح يتعود على هذا الذوق تاع الخبز الكامل. صحيح. وما يروحش ياكل السكريات وياكل لي بيسكوي اللي يكونوا معمرين بالدهون ومعمرين بالسكريات، وهذا راح ياثر على صحته في المستقبل والوزن تاعو سكتو.
بالنسبه للام تقول لك مثلا لما نزيد النخال للفارين ولا الدراري تجيهم ثقيله ما يقدروش ياكلوها، واش تقدر جوستومون لازم تولفهم كيفاش تقدر تحبطهم؟ لازم تولفهم في الصغر هاد المحتويات باش يكبروا عليها ياكلوها بلا مشكل. وبون زيت لازم تكون المجموعات الغذائيه الاخرى كيما باغ اكزومبل الحليب ومشتقاته او السمك او البيض او اللحوم البيضاء سورتو ولا اللحوم الحمراء ما لازمش نركزوا عليها بزاف باسكو مش منصوح بها بزاف في الاسبوع. هل لازم مثلا ياخذها الطفل في الاسبوع اللحوم الحمراء مره ولا اثنين؟ بوكو بلوس اللحوم البيضاء كيما السمك ولا الدجاج خاطرش سهلين الهضم عند الطفل وما فيهمش بزاف الدهون. داكوغ. وعندنا المجموعه الاخرى هي مجموعه الدهون، لازم نستعملوا لكل افراد العائله ماشي غير الطفل دهون غير مشبعه سورتو لي مارغارين وهذوك الفو ليزيفيتي. يعني الام مثلا بالك اللي راهي تشاهد فينا تقول لك واش هي الدهون المشبعه والدهون غير المشبعه؟ الدهون النباتيه سورتو زيت الزيتون، على بالي بلي راهو عنده السومه غاليه في هذه الايامات، مي انسان يستعملوا بكميه قليله باش يقتصد شويه. ومام زيت الزيتون ما لازمش نستعملوه بكميه كبيره، احسن من الزيت الطبيعي. زيت الزيتون حنا عندنا هنا غير زيت الزيتون اللي نقدروا نستعملوه في العاده تاعنا، مي كاين زيوت اخرى في العالم ما احنا ماناش نستعملوهم. وعندنا السكريات اللي يشكلوا اكبر مشكل في الغذاء تاع الطفل، وراهو بزاف اتيغي لهذا النوع من الغذاء. هاد السكريات يحتويو على السكر، والسكر راهو بزاف اندوي في هاد لي مالادي ميتابوليك والكونسير وكل شيء. دونك لازم يفو ليميتي هاد الماده تاع السكر في اليوم، الا كلا حاجه مسكره في اليوم يفو با نخليو يزيد. نعرفوا سيده سعاد حتى الفواكه والخضر فيها سكر، صح؟ هذاك سكر طبيعي من الفواكه والخضر، ما لازمش الانسان يكزاجيري منها بزاف. وما ننساوش كي هضرنا على الفواكه والخضر، فائده الفواكه والخضر الفواكه المجففه هذه تحتوي بزاف على مواد غنيه بزاف بالمواد المجففه مثل الزبيب مثلا، مثل الزبيب، التمر، الكرموس، هذاك اليابس حنا يقولوا اليابس فوالا. معليش يمدوا الصباح الطفل قبل ما يخرج حبات تمر ولا حبات كرموس، في كي ما يحبش يشرب الحليب ولا ما يحبش ياكل فخوماج ولا الخبز، معليش نطلعوا له شويه الحريره تاعو ونفيدوه بالاملاح والفيتامينات اللي كاينه في الفواكه المجففه. بلا ما ننساو الفواكه الزيتيه ثاني عندها دور كبير في الحفاظ على الشرايين تاع الجسم. فقط نستسمحك سيده سعاد، فاصل ونعود. في خضم الاحداث والمستجدات تقع تجاوزات قد يعفو عنها الزمن، وتتجاهلها الأعين، لكن يوجد من يبحث عن حقيقة الأمور بنظرة موضوعية وخطوات محايدة. نتتبع المسار في رحلة زادها الثقة والموثوق والحجة والدليل للوصول إلى الغاية، ولنضعكم في الصورة. سيده سعاد، ربما لما نتكلموا على السكريات وتكلمنا على السكريات الموجوده في الفواكه والخضر قلنا انه طبيعيه ومليحه للاطفال، ولكن في ايضا الاطفال يفكروا في السكريات اللي موجوده مثلا مثل الشوكولا، مثل الحلويات اللي يتناولوها كثير في هذه الفتره. احنا لا ننصح بتناول السكريات بكميه كبيره، وخاصه السكريات الحلوى الملونه وكثير من الشوكولاته وهذيك، لازم حاجه واحده في النهار بكميه قليله. واش الاغذيه مثلا اللي تقدري تقولي للام في هذه الفتره من الاحسن انه تجنبها على اطفالها ولا
تتجنب الملح والسكر بكثرة والدهون المشبعة. نشكرك سيدة سعاد محاي على تفضلي. بدون ما ننسى الماء وهو مهم جدا عند الطفل، لأن الماء يشكل 75% من الجسم، وهذا والماء عنده دور كبير في الجسم، يعاون في الهيدراتاسيون وفي لا تمبيراتور باش تكون مليحة. لازم الإنسان يتفكر الماء في اليوم. ربما ياخذ معاه الطفل في هذه الفترة. لا أولي ياخذ الجي ياخذ الماء. ياخذ الماء. نشكرك سيدة سعاد محاي على كل هذا التوضيحات اللي قدمتيها لنا، نتمنى أن الأم استفدت معنا. ففي هذا الوقت نقول لكم فاصل ونعود لي سارة ونبي.